اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين وياكم من خلال برنامجنا وبرنامجكم مساء الخير يا كويت. الاداره العامه للجمارك صرح وطني كبير، له قطاعات كبيره تعمل بصفه منتظمه ومدروسه على حمايه المنافذ البريه والبحريه والجويه لدوله الكويت، وتكافح كافه اساليب التهريب بطرق مبتكره ومتطوره، والاهم من ذلك كله تأمين الظروف المثلى للنمو الاقتصادي. حول هذا الموضوع نشاهد أو يسرنا أن نلتقي الأستاذ خالد السيف مدير عام الإدارة العامة للجمارك. لدينا تقرير نشاهده أعزائي المشاهدين، ومن ثم نعود لنبدأ وننطلق معاكم مع الأستاذ خالد السيف مدير عام الإدارة العامة للجمارك. مشاهدينا الكرام، نعتذر عن هذا الخلل الفني الخارج عن إرادتنا. نعم، ولكن يعني يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ خالد السيف مدير عام الإدارة العامة للجمارك. حياك الله ويانا أستاذ خالد، وأهلا وسهلا فيك. الله يسلمك ويعافيك، مشكورين على الدعوة. أهلا وسهلا فيك. في البداية أستاذ خالد، يعني ناخذ نبدأ أو فكرة عامة عن الإدارة العامة للجمارك. الإدارة العامة للجمارك عمرها أكثر من 100 سنة. أول إدارة شكلت بالدولة، وهي بالبداية بدت عند البوابات السور لدولة الكويت، ومن ثم بدت تتطور. كانت هي المصدر الأساسي للدولة في بالجباية أو بالضرائب أو بالرسوم الجمركية، وبعدها تطورت بهذه السنوات كلها لطافة. وحاليا احنا احتفلنا من فترة أكثر من 100 عام لإنشائها. الإدارة العامة للجمارك لها ركيزتين أساسيات، كل جهة حكومية أو هيئة لها واجب معين، مثل الصحة، صحة الإنسان، مثل وزارة التجارة تتعلق الأمور جميع الأمور التجارة، لما عدا الجمارك لها ركيزتين أساسيات وهي الأمن والاقتصاد. بالبداية هي الاقتصاد، هنا معروف أن الإدارة العامة للجمارك هي أساسا جباية وتحصيل الأموال للبضائع تأتي من الخارج ومحاولة السيطرة عليها، بالإضافة إلى تنفيذ وتطبيق جميع القرارات التي تصدر من الجهات الحكومية الأخرى من المنع ومن التقييد، بالإضافة إلى ذلك اللي هي الجانب الأمني، حماية الأمن البلاد من جميع المواد الخطرة والمواد المخدرة من دخولها، محاولة خط دفاع أول للبلاد. نعم. طيب أستاذ خالد، يعني قاعد نشاهد بعض اللقطات على عبر شاشتنا تلفزيون دولة الكويت اللي هي الضبطيات. يعني أنا قاعد أشوف شيء غريب صراحة، ضبطيات جميلة جدا. يعني شون القدرة اللي يملكها مثلا الجمركي، رجل جمركي، حتى يدرك ماذا يوجد في فرن مثلا معين شاهدنا قبل فترة في الصحف وتم اصطياده بدخول تهريب حبوب ما أدري شنو أنواعها، وأيضا مثل ما نشوف هذه الصينية يعني مثلا أيضا فيها يعني مواد مخدرات وغيرها وغيرها من هالأمور هذه. نعم. إليه تنعلق بشكل عام، وما هو الجديد في هذا العام لديكم؟ طبعا حنا استلمنا تقريبا حوالي سنة في الإدارة العامة للجمارك، غيرنا كل منهجية العمل الجمركي بالكامل، تغيرت سواء من ناحية طريقة أسلوب العمل، من ناحية الأجهزة المساندة، من ناحية علاقتنا مع الجهات الأخرى اللي تساعدنا بالعمل الجمركي. إحنا حاليا قاعد نعمل كمجموعة الجمارك مع الداخلية، مع الحرس، مع الجهات الحكومية الأخرى، غيرنا التكتيك، غيرنا الأسلوب، غيرنا حتى المسؤولين، غيرناهم للنشط ولله القدرة وللخبرة الكبيرة تم تغييرهم. في ناس كثيرة خرجت للتقاعد، فهذا أعطانا طريقة النظام اختلفت، دخلنا نظام الكلاب الأثر، دخلنا الأجهزة الحديثة، دخلنا الأسلوب التقني الجديد، نحاول قراءة المانيفستات وتحليل المعلومة قبل أن نوصل. بالسابق كنا ننتظر ويكون في موضوع تفتيش، الحين لا، نبحث عن المعلومة قبل وصولها. هذا التكتيك وهذا التكنيك اللي حاليا أقول بدون بفخر بدأنا ب 2014، توجناه ب 2015. الكمية المخدرات التي تم ضبطها من حبوب وحشيش هذه السنة تفوق الـ100 عام اللي مرت على الجمارك. آخر ضبطيتين مثل ما شفت اللي هي ضبطة الحبوب بالجمرك الجوي تقريبا بملايين الحبوب
لتم ضبطها، وهي تعتبر رقم قياسي. قبلها اخواننا في عيالنا الموجودين في العبدلي ضبطوا 142 كيلو حشيش. هذه الجهود الكبيره ما جت من فراغ الا بالتعاون بالجهود وتغيير بالتكتيك اللي تم استخدامه. ايضا انا يعني احس ان هناك بالفعل دورات يعني تدريبيه نشطه في هذه المراحل، وهذه يعني وهذا التوقيت بالتحديد، خصوصا يعني جمركي، رجل جمركي يشاهد فرن، يعني شلون يشك فيه والله انه والله مثلا داخله مثلا كميه من الحبوب او من المخدرات؟ هل يعني مثلا تدربونهم على عمليه مثلا ممكن، وانا اللي سمعته ان تم اكتشافه من خلال الوزن، حاولوا يقيسون وزن، لقوا الوزن ثقيل جدا مال الفرن، وغيرها من القضايا المختلفه والضبطيات المختلفه لديكم سواء في المنافذ ام في مطار دوله الكويت. ليش التوجه هذا؟ وهل لديكم دورات تدريبيه لهؤلاء الرجال اللي هم حقيقه يطلق عليهم بعد الاعيون الساهره لدوله الكويت؟ احنا من زمان يعني احنا اول دوله خليجيه تطبق اللي هو تدريب التأسيسي والتنشيطي. نعم، الجمركي. الجمركي كل المفتشين الجمركيين انتهوا بالدورات بعد الثانوية العامة سنتين ويحصلون على الدبلوم الخامسة. هذه دورات تأسيسية تخللها فيما بعد اللي هي الدورات التنشيطية، واللي نحس ان له ميول وذكاء عالي يتم في دورات خارجية. بالإضافة هناك في تعاون عندنا مذكرة تفاهم ما بيننا وبين الجمارك الأمريكية، أكثر من 15 سنة نشتغل جنب لجنب إحنا معهم، عدة تمارين في هذا الخصوص، وتم تغيير مثل اللي هي فريق الجوالة اللي تم إحنا استخدامه، وطريقة إدارة المخاطر، وطريقة الحالية إحنا قاعدين نستخدم تبادل المعلومات. الحين ما تقدر تقعد في معزل بالكويت وتقوم بعملك الجمركي بس بقدراتك الخاصة فيك، ولكن لازم أنك أنت تتعاون مع الجهات الأخرى بتلقي المعلومات وتحليلها، نعرف الخطوط ونعرف الحين حاليا منين تأتينا بخطوط الترانزيت، الأشخاص، التجار شو نركز عليهم. هذه كلها معلومات مسبقة نحاول إحنا نحللها ونكون إحنا جاهزين، ويبتدي تفتيش من خلالها. هذا التكتيك اللي استخدمناه العالي جدا من ناحية استخدام التكنولوجيا هي أدت لثمارها في هذه الضبطيات المتميزة. طيب، دائما نسمع أن الإدارة العامة للجمارك هي الخط الدفاع الأول عن الاقتصاد الكويتي. نعم. يا ريت تتكلم في هذا الجانب. طبعا الاقتصاد والأمن هما خطين أساسيات للأمن الجمركي. إذا غطى الجانب الأمني على الاقتصادي فهناك راح يكون هناك في خلل وبطء في انسياب البضائع تسييلها. ونفس الشيء إذا كان الاقتصادي يحاول انه يتغلب على الامني، فنحاول احنا نكون خطين متوازيين. شلون خطين متوازيين؟ احنا مثلا حاليا الظروف اللي تمر فيها بالبلاد لتشديد التفتيش وتكثيفه من اجهزه ومن انظمه ومن موظفين، ومحاوله اكثر من تحليل لهذه البضاعه قبل انها تخرج. شنو عملنا بالتكتيك؟ التكتيك اللي شفنا اللي هو التعاون المثمر ما بيننا وبين اخواننا في جمارك دبي. جمارك دبي لقينا ان تقريبا حوالي 90% من حاويات تاتي من خلالهم، فصار في مذكره تفاهم ما بيننا وبينهم ان يتم التحليل ويتم التفتيش في دبي قبل وصولها لعندنا. فاكثر من ضبطيات تم ضبطها وهي موجوده في دبي، يكتشفونها ويعطونا المعلومات عنها. هذا تبادل المعلومات لما بين دول مجلس التعاون. نعم. اللي بدات تاثر ثمارها ما بين دول الدول. هذه التكتيكات اللي احنا قاعد نستخدمها هذه اللي قاعد تساعدنا بعملنا حاليا. عمل استخباراتي كبير نقوم فيه، وفي تدريب عالي للموظفين الجمارك. الله يعطيكم الصحة والعافية، يعني في وجودك أستاذ خالد السيف يعني حقيقة يعني بالفعل قاعد نشاهد تطور كبير في الإدارة العامة للجمارك، وأيضا لدينا كثير من الصور قاعد نشاهدها مخرجنا. يعني مثل هذه الصورة، هل لديك تعليق عليها أستاذ خالد هناك؟ نعم، على المونيتر في لك تعليق على هذه الصور أو هذه الصورة؟ هذه الصورة أستاذ خالد، عفوا، ما هي واضحة هذا. نعم. طيب، ننتقل لسؤال آخر عن الشراكة أستاذ خالد. يعني هناك شراكة بين يعني الإدارة العامة للجمارك وبين البنك الدولي. نعم. ما هي هذه الشراكة وما هو موضوع هذا الشراكة؟ هذا احنا اللي احنا حاليا كإدارة نحاول احنا نحدث إجراءاتنا. نعم. ونغير أسلوب في عملنا. لا بد انك نكون بالتحديث. كانت من 2013 كانت في دراسه تشخيصيه لدرع عمل الجمارك من منظمه الجمارك العالميه. لا بد ان في تغيير لفحص
أنظمتنا وإجراءاتنا، هل هي مطابقة، هي متأخرة، هي متقدمة، شنو احتياجاتها تحتاجها لمساعدتها في النمو والتطور. خلصت هذه الدراسة من 2013، أعطيت إلى بنك الدولي لمساعدتنا، وصار هناك في توقيع اتفاقية ما بيننا وبينهم في أخذ هذه الدراسة وفحص الإجراءات الجمركية ومحاولة تطويرها. ومن 2013 وحاليا في شراكة ما بيننا وبينهم، صارت عدة دراسات وعدة توصيات، وحاليا احنا في تنفيذ هذه التوصيات. بداية تنفيذ التوصيات هي فرش عمل. حاليا مجموعة من الشباب، مجموعة من الموظفين يتم تدريبهم بعمل خطة استراتيجية مستقبلية لدرع عمل جمارك. الخطة الاستراتيجية وهدف استراتيجية تم تحديده اللي هي عملناها هي جمارك مول، استخدام التكنولوجيا العالية في تخليص الجمركي للبضائع بشكل متواصل قبل وصولها، فمن ضمنها هي التخليص ومحاولة تحليل المعلومات، وحاول أن دفع رسوم الجمركية قبل توصل هذه البضائع، وإذا كان هناك في شك هذه البضائع من ناحية الأمنية يتم أخذ احتياطات فيها قبل وصولها، والباقي يبتدي تمريره وخروجه بكل يسر. بالإضافة لذلك احنا استخدمنا الأسلوب 24 ساعة عمل، 7 أيام بالأسبوع بدون توقف. هذه من أسلوب 24 ساعة، أكيد راح يخفف كثير من العمل الجمركي والانسياب البضائع من المناطق الجمركية وانسياب إلى داخل البلد. نعم، يعني قاعد نشاهد يعني فترة الصيف أستاذ خالد تكون فترة كثافة للسفر والروحة والردة، سواء في المنافذ الجوية أو المنافذ البرية بالتحديد، فيعني نحتاج كمية كثيرة أو رجال كثار مثلا من رجال الجمارك. هل بالفعل قاعد توفرون في مرحلة الصيف؟ هل هناك دراسة لمرحلة الصيف مثلا 3 شهور اللي يسافرون فيها الكويتيين ويرجعون؟ طبعا، هو طبعا الصيف الحين يبتدي الكثافة العادية بالوصول. نعم، بداية الصيف تكون في المغادرة مثل بالمطار ما يكون ذلك الكثافة، فبإمكاننا نعطي إجازات ويكون هناك في ما هو ذلك الضغط الكبير، ولكن حاليا عودة المسافرين نعم تقليل الإجازات، عمل إدارات شفتات مساندة للموظفين، نقل بعض الموظفين من مكان إلى آخر اللي عليه ضغط أقل للأماكن أكثر ضغطا، تأكد من أجهزة الكشف الإكسري موجودة وفعالة، حاول نستخدم كلاب الأثر في التفتيش الجمركي، ومثل موجود في واكتشفنا بصراحة ضبطات كثيرة بهذا الخصوص. حاليا أخذنا تكتيك ثاني اللي هو استخدام العنصر النسائي بالتفتيش الجمركي، بالسابق كانوا مختصرين على التفتيش الذاتي، الحين كانوا يشاركون إخوانهم في التفتيش الميداني، والحمد لله صار في هناك ضبطات كثيرة. هذه كل الأمور اللي احنا حاليا نقوم بها. احنا لدينا جمركيات استاذ خالد؟ نعم بالفعل، يعني وراح تفتح دورات مقبله ان شاء الله للكويتيين. نعم. الشباب والشابات يعني في المراحل المقبله ان شاء الله لاستقبالهم الكورس القادم ان شاء الله، في دورتين للشباب وفي في دور للشباب، في دورتين للبنات، دوره التدقيق الجمركي بعد الثانويه، ودوره المفتشه المساعده بعد المتوسطه. ممتاز. علاقاتكم مع المنظمات الدوليه والعالميه، عمليه التنسيق اللي ذكرتها قبل قليل، ماذا عنها في هذا الاتجاه؟ جميع المنظمات العالميه يعني فيها ترابط، فيها اليه مثلا توصيل المعلومه، ولا ليس ولا فقط في دول الخليج العربي؟ عندنا مكاتب متخصصه ولها باع طويل بهذا الخصوص، مثل مكتب تبادل المعلومات الاستخباراتيه، هو حاليا مكتب من عدة مكاتب بدول العالم، والمكتب الإقليمي موجود في الرياض المملكة العربية السعودية. هذا تبادل المعلومات الاستخباراتية بالكامل ما يتعلق بالأمور الأمنية، بالإضافة للأمور الفنية. عندنا حاليا مذكرة تفاهم بيننا وبين الجمارك الأمريكية، فيعملون جنب لجنب صرنا عدة سنوات، الاتصال المباشر ما بيننا وبين منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة، نشوف آخر ما توصلنا في دورات تدريبية، في الحضور الورش العمل سواء بالنسبة للكويت أو بالنسبة لهم في المساعدة الفنية ما بيننا وبينهم، تبادل المعلومات. وحاليا مثل ما قلنا حاليا راح نوقع مذكرة تفاهم ما بيننا وبين الجمارك الأمريكية في تبادل المعلومات الاستخباراتية بالكامل. نعرف أن الجمارك الأمريكية لها باع طويل من ناحية الاستخبارات، هذا راح يكون جزء كبير، جزء لا تجزأ معاهم. بنفس الوقت في ربط آلي ما بيننا وبين حاليا ما بين الجمارك دبي، مثل ما قلنا 90% من كونتيناتنا عن طريقهم البحرية،
وهناك في ربط آلي إن شاء الله قادم ما بيننا وبين الجمارك القطرية والجمارك السعودية. ممتاز، الله يعطيكم الصحة والعافية. أستاذ خالد السيف مدير عام الإدارة العامة للجمارك، هل من كلمة أخيرة أو يعني رسالة حاب توصلها أو سؤال ما سألناك إياه حاب تطرح إجابته على راحتك؟ إحنا بس مثل ما نقول إحنا الإدارة العامة للجمارك حاليا في تطور والتغيير، ويبيلها إن شاء الله خلال إن شاء الله انطلقتها إن شاء الله تكون من 2016. نتمنى أن بس أن الصبر علينا، لأن إحنا حاليا في التطور، في أجهزتنا غير متكاملة، خدماتنا غير متكاملة، ولكن إحنا في طريق للتكامل. لما تشوف الحين موجود في بسامي بن ويصيب من قبل 6 شهور لا في نظام آلي، لا في تخليص، لا في حتى البضائع ما تخلص عن طريق القوافل. حاليا يبتدي التخليص اللي هو واستخدام النظام الآلي الموجود في المناطق البرية. هذا التطور محتاج له وقت، حاليا نستخدم النظام الآلي وإن شاء الله نبشر إن شاء الله التجار والمسافرين إن شاء الله يكون تسيرات أفضل من الموجود. يعني أنا بقدم لكم حلو صراحة تستاهل أستاذ خالد على الهواء مباشرة حقيقة. يعني بالفعل جهودكم واضحة ومميزة وحقيقة تشكرون عليها، وقاعد نشاهدهم في المطار ما شاء الله عليهم شبابنا عسى الله يحفظهم، أذكياء نشطاء قاعد يصيدون، عندهم ضبطيات كبيرة جدا يمنعونها من دخول البلد، ولله الحمد. اللي أهم من هذا كله ما بيننا أحد يعني يكون يعني متعاون أو متخاذل في هذا الأمر. كل الشكر لك على تواجدك معنا في مساء الخير الكويت. تسلم، مشكور. إذن مشاهدينا الكرام، كل الشكر لمدير عام الإدارة العامة للجمارك الأستاذ خالد السيف. ننتقل إلى موضوع آخر وملف آخر وأيضا تقرير آخر. فاصل، إذن نأخذ فاصل نريح فيه ومتمنعون.